شركتا فايزر وبيونتك تعلنان أن اللقاح ضد كورونا الذي تعملان على تطويره فعال بأكثر من 90%. الشركة الأمريكية وشركتها الألمانية تعدان أولى شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة عن تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح. انطلق المخبر في المرحلة الثالثة لتجربة اللقاح نهاية شهر جويليا الفارط واختباره على أكثر من 43 ألف مشارك، 90% منهم تلقوا الجرعة الثانية بداية شهر نوفمبر الجاري. شركة فايزر تؤكد أنه لم تتم ملاحظة أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وكشف مسؤولون بالشركة أنه مع نهاية 2020 سيتم إنتاج 100 مليون جرعة لتصل إلى 1.3 مليار جرعة مع نهاية 2021. من جهتها أكدت المنظمة العالمية للصحة أن اللقاح سيغير الوضع الوبائي بحلول مارس 2021. تتوقع الشركتان الحصول هذا الشهر على تصريح أمريكي لاستخدام اللقاح في حالة الطوارئ في انتظار منح الضوء الأخضر للمخابر لتوزيعه عبر العالم.